لو خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.